السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. غادي نديرو معكم واحد فيديو جديد وطريقة جديدة للحرشة. نديرو واحد الحريشات كيجيو رائعين البنات، ما تشبعوش منهم. الكوتي، الفطور، لأي حاجة، رائعين رائعين، ما تشبعوش منهم ومفيدين. ما غنطولش عليكم الفيديو، غادي نقول لكم شنو غادي ندير فيهم. عندي هنا كاس معمر ديال الزيت، كاس صغير زيت نباتية. عندي هنا فروماج ديال البيتزا حكيتو. عندي هنا الكاشير، كاشير قطعتو شرائح هكا، غادي نديروش هكا رقيق. عندي هنا الزيتون بلا عظم، حيدتلو العظم، الزيتون ديال الدار. شويه ديال الثومه، غادي نزيدو عليه شويه ديال الزعتر، شويه ديال الهريسه، وغادي نطحنو. غادي ندير المربى، مربى ديال الزيتون كحل. عندي هنا نص كيلو ديال السميد صفر ديال الحرشة، مليحة ومويها كالعادة. غادي نديرو الزيتون ديالنا والثومة، غندير معلقه صغيره معمره ديال الهريسه. الهريسه اللي ما كتبغيش الحر ما يديرهاش. حكيت شويه ديال الزعتر ما في يدي هكا، وخا هو غادي يزيد يتطحن راسو. غادي ندير واحد شويه ديال زيت العود، قياس واحد جوج معلقات. الملح راها فيه، العطريه غنديرو، ما نديروش الكمون كيعطي واحد الريحه، ريحتو مجهده، ما غنديروش الكمون. غادي نديرو غير هاد الزعتر والثومه والهريسه، زويته بلديه بركه. غادي نقطع باش ما نديروش الصداع. غادي نحطو السميده ديالنا. عندي هنا نص كيلو ديال السميده، غادي نديرو خمارة حمراء باش كتفتينا الحرشة، كتجي رطبة وكتجي فتيتية. شوية ديال الملحة، غادي نخلطو هاد النواشف. غادي نزيدو الزيت، نلبسوها هكا حتى يدخل منها الزيت ديال فيها. نديرو لها ميها، حاولوا ما نجريوهاش بزاف، نديروهاش خفيفه.
غير باليد ما باش ما نعلكوهاش. غادي ندوزو نديرو المقلة تسخن، المقلة ديالنا هي هادي كتسخن، غادي ندهنها بزويسة نخليها تسخن ونولي نقص لها شوية البوطة. نصورها شويه على ما نصوبوا الحرشه ديالنا. عندي هاد المغطيه ديال الطاسه صغيره، وعندي هاد المول هذا، وغادي نحطهم في الغطير. شويه ديال السميده ما تلصقناش، غادي نحاولوا نبسطوها هكا نحطوها. غادي نقادوها على الجنيبات نرققوها مزيان. انا دايره الطبقه الاولى رقيقه، غادي نديرو شويه ديال كاشير، وغادي نديرو شويه ديال الفرماج. الفرماج غادي نفرقوه هكا، غادي نجيبو الزيتون نحاولو تاهو نديرو حتى هو مع الطريفات باش تجينا فيها الزيتون كلها. نجيبو طبقة واحدة أخرى نديروها رقيقة، درنا معاكم الأولى نزيدو دابا الثانية، نزيدو نجيبو الطبقة ديال العجينة نقادوها هكا. نغيبو الفرماج باش ما يلصقناش في المقلة، هاد المغطية ديال الطاسة غير باش كتساعدني على باش نهزها ما تضيعليش. خدوها مع الجنيبات هكا، ديروها شوية ديال السميدة. نحاولوا نطيحوا منها هاد السميده باش ما تطلعلناش في المقله. الحرشه ديالنا هي هكا، ها هي هذه، انا قلبتها نحاولو نقلبو هادي، هادي مازال بيضة،
فروماج الفروماج والكاشير ما كيتحرقش الفروس ديالهم والزيتون كيبقى زوين ما كيتحرقش. الحريشات ديالنا هما هادو وجدناهم كيجيو رائعين ولذادين، طالعه منهم ريحه الزعتر يا سلام. درتهم في هذا القياس هذا هما، ودرت هاد الوحيده بقات العجينه في التالي، درت هاد الوحيده غير صغيره حتى لهاد القياس هذا زويون حتى هذا هاكي جايين. بصراحه كيجي لذادين غير من المنظر ديالهم، جايين رائعين. نتمنى من الله هاد الفيديو هاد الحريشات جربوهم ويعجبوكم، وما تنساوناش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو مع الخوت والحباب باش يعم الفائدة على كل شيء. نتمنى من الله الخير للجميع. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.